اندفاع موفق سيداتي انساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في موسم سباقات الطائف. اندفاع موفق لجميع الجياد عدا ستار وفار الذي غير المسار في سابع الاشواط. الخيال المتمرين عمر 3 سنوات فاكثر على مسافه الميل مسافه 1600 متر قيمه الجائزه 95,000 ريال. اندفاع جماعيه في هذا الشوط يتقدمهم نوردك لايتس من المسار الداخلي ماي بول من بينهم وسعران الخيل من المسار الخارجي فيما هنالك الدفع نيكولاس ومن خلفه متباين وأيثايا في خامس المراتب. يتقدمهم سعران الخيل مع عمار السعيد في أولى مشاركات هذا الموسم فيما المطاردة قادمة هنا من نوردك لايتس في ثاني المراتب والشام يبحث عن مسار وماي بول من المسار الخارجي أيضا كذلك هنا يظهر والشام في ثالث المراتب. نيكولاس قادم برفقة متباين في الرابعة والثالثة نظرة إلى الوراء من عمار السعيد طولين عن أقرب منافسيه في المنعطف الأول في هذا الشوط قبيل المنعطف الأخير. هنا يبدأ واسع الفروقات الحذر من القادم هنا القدوم من وشام في ثاني المراتب. قرقاش يبحث عن مسار ولكن سعران الخيل ونظرة أخرى إلى الوراء من عمار السعيد يبدأ الاستحداث الآن القدوم من قبل متباين مع محمد الشريمة التو فورلينج الفاصلة صراع الخيال المتمرنين متمرنين الحاضر محترفي المستقبل. سعران الخيل بدأ الآن متباين قادم بالدخول قرقاش من المسار الداخلي من المسار الخارجي أيضا يظهر والشام من المسار الداخلي. تايتا قادم مع فواز والناس متباين يحافظ ستار فور من المسار الداخلي تايتا قادم تايتا وسع الفارق يا مطول الغيبة الله ياخذ غنائمك ما بي غنائمك أبي منك تغانمني. عودة شعار سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز ويلكم باك إلى الانتصارات. ألف مبروك هذا الانتصار. إذا تايتا تصادق على